انا دكتوره هاله الوكيل، انا استاذ امراض بطن وكلى كليه الطب جامعه اسكندريه. احنا بنحب ان نقول شويه معلومات لعامه الشعب اللي هم يهمونا. ففي كام نقطه كده فكرنا فيها الناس كتير بيحبوا يعرفوا عنها. نتكلم على اول نقطه، طريق السكريننج او اللي احنا نقوله عليه المسح لامراض الكلى. احنا بننصح 5 من اخواتنا يعملوا فحص عشان نشوف مسحه كده هل في مرض كلى ولا لا. مين الخمسه دول؟ الخمسه دول لو مريض سكر، لو مريض ضغط، لو مريض سمين، لو مريض عنده مش مريض بقى لو هو عنده مريض قريب له بيعاني من اي نوع من امراض الكلى، او لو هو كبير في السن اكتر من 65 سنه. دول بنحب نقول لهم يروحوا يزوروا طبيب العيله او البرايمري فيزيشن عشان نشوف هل الكلى سليمه ولا لا، ونقوله كل سنه الا لو الطبيب بتاعهم قال لهم لا تعالوا كل 6 شهور او كل 3 شهور. بنعمل لهم حاجات بسيطه جدا، بناخد منهم هيستوري بسيط جدا، تاريخ مرضي بسيط، وبنعمل لهم فحص خفيف كده ونشوف الضغط اخباره ايه، ونشوف المعامل السمنه بتاعهم البادي ماس اندكس ايه، وبنعمل لهم تحليلين بسيط، تحليل بول للزلال، ونعمل لهم تحليل كرياتينين بالدم عشان نطمن على كفاءه الكلى. وبعد كده الطبيب ينصحه ان هو في حاجه نتعالج حاجه بسيطه، او مفيش حاجه ونشوفها كمان سنه نطمن عليك تاني. فانا بنصح اي شخص عنده حاجه من الخمسه عوامل خطر دي يزور طبيبه اللي هو هيعمل له السكريننج لامراض الكلى. دي أول نقطة حبيت أقولها. تاني نقطة بالنسبة للتغذية بالنسبة لمريض الكلى، أكيد كلنا حوالينا قرايب، عندنا زملاء، عندنا أصدقاء بيعانوا من مرض الكلى. التغذية بتاعتهم إيه؟ التغذية بياخدوا المعلومات بتاعتها من طبيب الكلى زائد طبيب التغذية، ضروري هما الاثنين يتكاملوا مع بعض عشان يدوا روشتة مظبوطة للأكل، عشان كل مريض له نظام معين في الأكل، يعني اللي ينطبق على المريض ده ما ينفعش ينطبق على المريض التاني. دي نقطة برضو حبيت أقولها، عشان مريض الكلى مش محروم. كل الناس بيقولوا محروم، لا هو مش محروم، ممكن يأكل حاجات كتيرة ومتنوعة ولطيفة بحيث ان هو ما يجيلوش سوء تغذية، لان احنا بنعاني من سوء التغذية ضمن مرضى الكلى. ومريض الكلى اللي عنده سوء تغذية يعني البروجنوزس بتاعه او يعني طريقه ما بيبقاش حلو اكتر من السمين. يعني احنا نحب المريض السمين بالرغم من عوامل الخطر اكتر من عنده سوء التغذيه. فانا بنصح ان التغذيه دي should be tailored او تتفصل حسب المريض ذاته واللي يفصلها له الدكتور الكلى زائد دكتور التغذيه. طيب مريض الكلى بتاعنا يلعب رياضة؟ طبعا يلعب رياضة، وفي مشروع قائم دلوقتي في طب اسكندرية ان احنا بنعيد تأهيل مريض الكلى، تأهيله جسمانيا فيزيكال وسايكولوجيكال ونفسيا وسوشيال، ممكن بيتعمل له كارير شيفت وتغيير لوظيفته بما يتناسب معاه، يعني تأهيل من جميع النواحي. فمريض الكلى نرجع تاني بالنسبة للرياضة، أو ممكن يلعب رياضة بس برضو اللي بيساعدوا فيها وفي تحديد البرنامج شخصين، النفرولوجيست اللي هو مريض دكتور الكلى بتاعه بلاس دكتور الطب الطبيعي، ده مهم قوي. فيلعب رياضة بس هنفصل له برضو نوع الرياضة اللي مناسبة له. في نقطة بقى أحب أقولها، لو المريض لا قدر الله أخونا ولا صديقنا ولا قريبنا وصل لمرحلة الفشل الكلوي، عندنا سكتين، سكة الغسيل الكلوي
او الغسيل الكلوي الدموي او البريتوني، والمنتشر هنا في مصر الدموي او زرع الكلى. احنا بنقول زرع الكلى ده يا جماعه عاوزين نشجعه شويه، عاوزين المتبرعين يبقوا من اهالينا، ما يخافش المتبرع على صحته، لان احنا كاطباء كلى وزرع كلى بنعمل تحاليل جامده جدا للمتبرع، ولو لقينا في اي عامل خطر ممكن يعرضه بنسيبه المتبرع عشان ما يبقاش بدل مريض مريضين. فاحنا اكتر ناس بنرفض اي دونور او متبرع يكون عنده ولو شك ان عنده حاجه في الكلى او ممكن يجي له حاجه في الكلى. فبنشجع اهالينا روحوا تبرعوا لاهاليكم اللي عندهم فشل كلوي، لان زرع الكلى هيغير مجال حياته، هيبقى انسان بيعمل عادي، بيتجوز، بيبقى معتمد على نفسه، بيغير حياته، بالذات لو المريض صغير في السن، يعني السن صغير لسه حياتهم لسه قدامهم، فضروري نساعدهم الاب الام الاخوات الكبار ولاد الخال ولاد العم. انصح ان هم يتشجعوا ويروحوا يتبرعوا لقرايبهم، عشان مش عاوزين متبرع خارجي ونقولوا بيشتروا كلى، والقصه دي مش عاوزينها تبقى وصمه على جبين المصريين. احنا طول عمرنا معطائين وطول عمرنا بنحب بعضينا، وما يطلعش على في العالم كله سمعه على المصريين ان هم بيبيعوا كلاويكم. لو كل عيله تبرع خدنا الدونور من العيله مش هيبقى فيه ولا مريض كلى بيغسل، كلهم هيزرعوا. فانا بنصح ان الناس تتشجع، واحنا اللي بنشيل المسؤوليه كامله، يعني من ضمن المتبرعين مثلا لو خدنا 10 بناخد منهم 2 اللي بينفعوا، فاحنا اللي بنتلكك يعني. فبنطمن الناس ادخلوا البرنامج الزرع وفي المستشفيات العامه والحكوميه وبيتعمل لهم فحوص كامله، وربنا معاك جميعا ان شاء الله، وبالشفاء بقى عندنا عند ربنا في السيره.